في الوقت الحالي في حوالي 26 مليون شخص حول العالم بيعاني من قصور القلب، وزاد الطلب بشكل كبير على عمليات زراعة القلب بشكل ملحوظ خلال 30 سنة الأخيرة. لكن في تطور مهم كمان، نجح الجراحين في زراعة القلب الصناعي المصنوع من التيتانيوم، وبيعمل بتقنية معينة بتستخدم في أثناء القطارات السريعة، تقنية بتفتح أفق جديد في علاج قصور القلب لإنقاذ حياة ملايين المرضى. الأمل دلوقتي إن القلب الصناعي ده يساهم في إنقاذ حياة المرضى اللي بيستنوا زراعة القلب، اللي بيبقوا موجودين في قوائم الانتظار. برغم المبادرات الكتير اللي بتبقى موجودة، ولكن إحنا خلينا نتفق إن دي حاجة عالمية أعتقد هتفرق كتير في الفترة الجاية. يمكن ده يكون بديل دائم للقلب الطبيعي في المستقبل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الابتكار ده من الدكتور علاء الغمراوي، أستاذ أمراض القلب. يا دكتور علاء، صباح الخير على حضرتك. طبعا نور، اهلا بحضرتك. بشرى ساره جدا ان قد يتم يعني استخلاص او صناعه قلب بديل مصنوع من ماده التيتانيوم. اولا، هل تم تجربته ولا لا؟ ثانيا، الكلفه بتاعته اخبارها ايه؟ طبعا انت عارفه حضرتك ان الحاجه ام الاختراع. كانت في طبعا ويتنج ليست كبيره جدا جدا لعمليات زرع القلب في العالم. طبعا المتبرعين او العوائق اللي كانت في سبيلها ان احنا يتم عمليات زرع القلب ادت الى ان احنا يتم تطوير اولا القلب الصناعي دوت. كان من سنه بدا سنه 1969، وكان اول عمليه قلب طبعا كان في 1982. تطوير الاجهزه ديت، الجهاز الحديث اللي احنا بنتكلم عنه ده، تم طبعا بالتواصل او بالاتفاق مع الاف دي اي في امريكا، ان متابعه هذا البحث ان هو يكون ثنائي يشتغل على البطين الايسر والبطين الايمن. قبل كده كانت الاجهزه قبل هذا التطوير كانت بتشتغل على البطين الايسر فقط، لكن هذا التطوير طبعا ادى الى ان احنا يعني يكون في تطور كبير جدا جدا، ان هو يحفظ حياه المريض الى ان يتم عمليه زرع القلب. اذا هو تم تطوير هذا الجهاز انتظارا لزراعه لعمليات زراعه القلب. طبعا هو من ماده تسمح بعدم ان هو ما يحصلش منها مضاعفات، ماده لا تسمح بوجود تجلط، بتسمح بضخ الدم المناسب للدورة الدموية. بحجمه كمان من مميزاته ان هو حجم قبضة اليد، بيعمل بالكهرباء من خلال سلك بيثبت داخل الصدر، ثم عن طريق جهاز كمبيوتر بسيط بيتم تشغيله وبيتم التحكم فيه. جميل. طبعا ده يعتبر انجاز كبير جدا جدا وتطور، زي ما قلنا ان هو تم تجربته على 5 مرضى، لكن بنتمنى طبعا ان هو يعني يستخدم على مدى اكبر ويكون له استخدام دائم باذن الله تعالى. طب دكتور علاء، يعني اجراء مثل هذه العمليه، هل هي عمليه معقده؟ تفاصيلها معقده، زراعه قلب مصنوع، ده سؤال. السؤال الثاني كمان، إلى أي مدى هذا القلب الجديد المصنوع ممكن يكون بديل عن القلب الطبيعي؟ طبعا احنا قلنا ان ده يعني تم التفكير في هذا المشروع على اساس ان احنا فترة الانتظار لزراعة القلب، لزراعات القلب اللي بتتم في الخارج. لكن نقدر نقول ان هو يعني عندما يتم تطويره هيكون له استخدام دائم. لكن طبعا في مواصفات لزراعه القلب حضرتك، مواصفات عده، من ضمنها المناعه، من ضمنها يعني بتوضع معايير معينه لاختيار الشخص القلب المناسب لزرع هذا القلب في الشخص المحتاج للزرع، اللي هو تعرض فعلا لفشل في القلب.
طبعا في اسباب كتيره جدا جدا بتوصلنا للحاجه لعمليه زرع القلب، سواء كانت الاسباب دي عيوب خلقيه في القلب او صمامات في القلب نتيجه تروماتيزم القلب او مشاكل كسور في الشرايين التاجيه او في خلل في كهربه القلب، كل دي بتؤدي مجتمعا الى هبوط وفشل في عضله القلب التي لا تستجيب للخطط العلاج سواء كان علاج طب دوائي دكتور لما او بنيجي علاج نقول تدخل انه الأسطرة. بيتم زراعه القلب بنبقى دايما قلقانين من المطابقه بتاعه الاورجن للجسم او مطابقه العضو الجديد للجسم مع وجود قلب جديد من التيتانيوم، هل ما زلنا بنبقى قلقانين من رفض الجسم ليه او احتماليه ان هو يلفظ العضو او لا يتقبله؟ طبعا حضرتك، طبعا الجهاز الجديد اللي قدامنا طبعا تفادى مشاكل كتير جدا بتحصل قبل كده، من ضمنها ممكن يحصل توقف فجأة في جهاز القلب الصناعي ده حضرتك، ثم المضاعفات اللي ممكن تحصل خصوصا هو يعني تم هناك في الجزء اللي هو المغناطيس الداخلي اللي هو بيسمح بعدم الاحتكاك مع الدم وعدم حدوث جلطات، كل ده أدى في الآخر حضرتك إلى تجنب المشاكل اللي هي كانت على مدار السنين اللي فاتت في استخدام الأجهزة اللي كانت يعني كانت أحادية البطين أو كانت بتستخدم من مواد غير المادة المستخدم بها الجهاز الحالي. فطبعا بالإضافة لحجمه البسيط جدا اللي هو قبضة اليد، تشغيله الكمبيوتر اللي شغال بيه جهاز كمبيوتر بسيط جدا جدا، وحدة كمبيوتر صحيح. خارجية بيتم من خلالها التحكم في نظام القلب، عمل القلب نفسه. فأعتقد كل دي مميزات جديدة أضافت لما كان قبل صحيح، كده في السنوات السابقة. يعني هي تطورات جديدة بتحصل وزراعة قلب مصنوع، طبعا ده بيفتح نافذة أمل كده لعدد كبير جدا من مرضى القلب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء الغمراوي أستاذ أمراض القلب.